أكد السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في تقرير اقتصادي صدر مؤخرا عن وول ستريت جورنال أن هناك ثلاثة اتجاهات عالمية مهمة، وهي استمرار العالم في التحول الرقمي والتوجه إلى عالم صديق للبيئة وإعادة تعريف سلاسل التوريد. وأشار حميدان إلى أن البيئة التنظيمية الذكية والمركزة في البحرين ساعدت على إشراك شركات التكنولوجيا الرائدة، وقال إن أحد الأشياء التي جذبت المستثمرين إلى البحرين هي الرغبة في أن تكون المملكة أول دولة في العالم تصدر قانون الولاية القضائية للبيانات. وتستهدف البحرين زيادة استثمارها الأجنبي المباشر بمقدار 2,500,000,000 دولار بين عامي 2022 و2023. عقدت شركة ألمنيوم البحرين ألبا اجتماع مجلس الإدارة الفصلي مؤخرا، وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ألبا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة أن تحقيق الأداء المستقر في ظل حالة عدم اليقين التي تسود توقعات الوضع العام للسوق يأتي على رأس الأولويات في هذه المرحلة. وأقام المجلس بالاطلاع على آخر التطورات الاستراتيجية بالشركة ومناقشتها، مثل مشروع خط الصهر السابع المقترح والتقدم في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بالبيئة والاجتماع والحوكمة. والآن نترككم مع دائل الأسواق المالية الخليجية. أعلنت شركة بنفت عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة ضمن منظومة التكنولوجيا المالية في البحرين، ومن ثم تمهيد الطرق نحو بناء منظومة متكاملة من البرامج والابتكارات لمواجهة تحديات المستقبل. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بنفت عبد الواحد الجناحي إنهم يتطلعون بقوة إلى إبراز مكانة البحرين كمركز للأبحاث والتطوير للمعلومات المالية في المنطقة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا في الاستديو السيد يوسف محمد النفاعي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بنفت. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية. أهلا وسهلا. أهلا في البداية أستاذ، ما هي الأهداف الرئيسية لاستحواذ شركة بنفت على شركة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخي ريم على تسليط هذا الضوء على هذه الاستضافة. طبعا تأتي الاستحواذ من منطلق استراتيجية شركة بنفت، واللي مبنية على توجهات وأولويات الحكومة الرشيدة ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادي. نعم. نهدف لهذا الاستحواذ إلى تطوير مجال البحث والتطوير، وأيضا طرح برامج متخصصة عن طريق شركة خليج البحرين، وبالتالي نستطيع أن نخلق بيئة محفزة في السوق المحلي تستقطب استثمارات خارجية أو شركات ناشئة، وأيضا كذلك من خلالها نستطيع أن نبني شراكات وتحالفات مع شركات مشابهة في المنطقة لتبادل التجارب والخبرات. نعم أستاذ، كيف سيساهم دمج المهارات في الشركتين بتحقيق التفوق في السوق؟ وبلا شك كلا الشركتين، شركة بنفت وشركة خليج البحرين، تمتلك من المقومات. راح نسخر احنا في شركة بنفت البنية التحتية والأنظمة الوطنية وأيضا المهارات الفنية في هذا الجانب، وشركة خليج البحرين أيضا راح تفعل برامج التطوير والبحث والبرامج المتخصصة، بحيث نستطيع أن نخلق بيئة جاذبة في مجال التكنولوجيا المالية، وأيضا نستقطب كل ما هو جديد في مجال التطوير القطاع المصرفي. ما هي خدماتكم الجديدة خصوصا فيما يخص التكنولوجيا المالية؟ طبعا خدماتنا الجديدة هي امتداد لاستراتيجية شركة بنفت 2022-2024، واللي راح نركز يمكن الضوء أكثر على موضوع التكنولوجيا المالية فيها بما يعرف بالصيرفة المفتوحة الأوبن بانكينج والأوبن فاينانس، وأيضا طرح خدمات تتعلق بالطابع الشخصي والذي يعرف بالبرسوناليزيشنز، إلى جانب خدمات جديدة تتعلق بالبنفت باي كتسوق إلكتروني عن طريق الأسواق الإلكترونية متخصصة بالتمويل والتأمين وأيضا التحويلات المالية الخارجية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والأنظمة الوطنية في شركة بنفت بحيث تتناسب مع السوق البحريني وتوقعاته، وأيضا نحافظ على ريادة مملكة البحرين في هذا المجال ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي إن شاء الله. بالتأكيد السيد يوسف النفاعي، شكرا جزيلا على حضورك. شكرا جزيلا. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.